مرحبا يا سيدتي، ما اسمك؟ مرحبا، انا اسمي حب. وما اسمك انت؟ انا اسمي سالم. ماذا تفعلين؟ انا ادعو الجميع للخير المبارك. وانت ما هي مهمتك؟ انا اجعل الناس يحبون بعضهم البعض. هل نصبح اصدقاء؟ بالطبع، ولمانا؟ فالسلام لا يكتمل الا بالحب الجميل. هل تاتين مع الساعه الثامنه ونصفي الى منزلي؟ سوف استقبلك احسن استقبال. سأستشير والدي أولا ثم أخبرك في الهاتف. إلى اللقاء. وداعاً.